السلام عليكم، معكم مراد. الوغ اليوم غنديرو تتمه الوغ لا سويت ديال لي نومبر فراكسيونير، يعني الجمع ديال الاعداد الكسريه. الوغ كيف ما كتلاحظوا هنايا، البارح كنا درنا هذه العمليه هذه. الوغ كناخذ فقط انا ارقام صغيره جدا، ارقام بسيطه اللي فيها يعني ارقام متكونه اعداد مكونه من رقم من رقم واحد، غير باش تكون الفكره واضحه ويكون الفهم واضح. من بعد هذه الارقام هذه ممكن تردوها اعداد كبيره، ماشي مشكل، ولكن ليسونسييل هو تفهم لو برينسيپ. الوغ البارح خدينا جمع عددين كسريين ليس لهما نفس مقام، يعني نون با لو ميم دينوميناتور، ولكن il y a un rapport entre les deux dénominateurs، يعني كانت علاقه ما بين المقامين باعتبار ان أربعة هي من مضاعفات ميلتيبليكاتور دو 2. دابا حنا غادي ناخذ هنايا جمع عددين كسريين ليس لهما نفس المقام ولا توجد علاقه بين المقامين. الوغ علاش كنهضر بالفرنسيه؟ غنعاود نقولها مره اخرى باش تعودوا انكم تستعملوا المصطلحات الفرنسيه، لان دابا كلشي غادي يولي بالفرنسيه. الوغ عندي 6 sur 5 plus 4 sur 2. الوغ كوم فو فوي ici، الوغ دابور لا سوليسيون، pour faire la solution on doit unifier les dénominateurs، on doit faire l'unification des dénominateurs، يعني خصنا نوحدوا المقامات. اذا باش نخرجوا هذه العمليه خصنا نوحدوا المقامات. الوغ اون فا فوار لي دينوميناتور، غادي نشوفوا هاد المقامين. انا عندي 5 وانا عندي 2، الوغ طبيعة الحال ليس لهما نفس المقام هاد العددين. الوغ هنا اسكيليا ان رابور اونتر 2 اي 5، هل هناك علاقه بين 2 و 5؟ يعني هل 5 من مضاعفات 2 او 2 من قواسم 5؟ اذا 5 ليست من مضاعفات 2، اذا ليست هناك اي علاقه بين المقامين. الوغ كيسكو جو دو فير بور انيفيي لي دينوميناتور؟ الوغ لتوحيد المقامات شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ المهم هذه فقط مراجعه، انا كنعاود ناكد راها مراجعه، لان الدروس راه ديجا كنت درتهم قبل والحمد لله راه بزاف ديال التلاميذ استفدوا منهم. الوغ عندي هنا 5 وعندي 2، الوغ بور افوار ان دينوميناتور اونيفيي، الوغ جو في ملتيبليي 5 اي 2. اذا باش يكون عندي مقام واحد غناخذ هاد 5 غنضربها في 2، داكوغ؟ اذا 5 في 2 شحال هي؟ هي 10. اذا هنا عندي عددين كسريين، هنا غيكون عندي عددين كسريين، اذا المقام الموحد هو 5 في 2، اذا 5 في 2 هي 10 في العدد الاول، وغتكون عندي 10 كذلك في العدد الكسري الثاني، داكوغ؟ اذا هنا حنا دابا هنا فهمنا كيفاش حصلنا على هاد 10، خدينا 5 المقام الاول ضربناه في المقام الثاني، هنا ولا عندي اذا عددين كسريين ليس لهما ايزون لو ميم دينوميناتور، لهما نفس المقام. دابا غادي نشوفوا في البسط شنو غنديروا. الوغ تبعوا معايا مزيان، هنا عندي 6، الوغ جو في اكريغ 6، داكوغ؟ اذا هاد 5 هادي فاش ضربتها باش حصلت على 10؟ ضربتها جو لي ميلتيبليي ا 2 افيك 2، 5 ضربتها في 2، اذا مباشره هذا البسط هذا حتى هو غنضربو في 2، 6 في 2، داكوغ؟ ندوزو للعدد الكسري الثاني، هاد 2 فاش ضربتها باش عطاتني 5؟ بون فاش ضربتها باش عطاتني 10، هاد 2 ضربتها في 5 باش عطاتني 10. الوغ هنايا العدد الكسري الثاني عندي 4، غنحط 4 وغنضربها، اذا هنا 2 ضربتها في 5، الوغ اوتوماتيكمون 4 خصني نضربها في 5. الوغ فاش ما ضربت المقام خصني نضرب البسط، داكوغ؟ اذا دابا هنا شنو ولات عندي؟ ولات عندي 6 في 2 هي 12 على 10 بلوس الوغ 4 فوا 5 20 سور 10. اذا هما ولاو عندي دابا عددين كسريين لهما نفس المقام. الوغ جو في غاردي لو ميم دينوميناتور، ساحتفظ بنفس المقام. اذا 12 زائد 20، اذا اوتوماتيكمون باش تجيني العمليه سهله غناخذ الوحدات، هنا عندي 2 وهنا وحدات 0، اذا 2 زائد 0 هي 2، 1 زائد 2 3. الوغ 32 على 10. الوغ هنا جو بو اوسي جو بو، يعني ممكن انني جو بو ريدوير هاد 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 لو نومبر، يعني ممكن نختزلو. اذا 32 على 10، اذا الاختزال ممكن نختزل، يعني نقسم على 2 مثلا، لان عندهم قاسم مشترك، 2 وقاسم مشترك ديالهم، ممكن تكون مثلا 32 الى قسمت على 2 هي 16 على 5. الوغ واش يمكن ليا اسكو جو بو ريدوير اسكو جو بي ريدوير اوسي سو نومبر؟ نو جو با لو ريدوير، لان ما عندهمش قاسم مشترك، داكوغ؟ اذا كنتمنى ان الشرح واضح. كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.